تحياتنا لكم. ناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. أيامكم سعيدة، كلامكم أنتم بخير. وانت بألف خير يا رب، تحياتنا عيد لك وإن شاء مبارك الله فيكم. أيامك عياد كلها من بغداد. سعادة. منو؟ عياد من بغداد. أياس؟ عياد. أياد من بغداد. أياد الله شلون يحفظك. هأيام العيد وياك؟ شلون هالأجواء؟ والله أجواء حلوة إن شاء الله، إن شاء الله الأمن والأمان للعراق والعراقي في إن شاء الجنة الله والوالد. أكيد الأمن موجود بحفظ قواتنا الأمنية إن شاء الله. تحياتنا لهم وإن شاء الله أيامهم سعادة وأفراح. الله ينصرهم ويحفظهم في جهنم. آمين يا رب آمين. أياد طيت عيديات عيون ولا لا؟ عياد. تسمعني؟ اسمع شيء أقول تفضلي. لك نعم طيت عيديات ولا لا؟ ابشرك 100 ريال. لا لا كلها وزعتها للجهال. آلاف؟ هاي أنت مسويها آلاف؟ الف الف حتى ليه الف خسرك هواك؟ راح مئة تعطي الف ألف ألف. كلها نص مو واحد صح؟ عيد. أقول لك أياد أنت مسويها آلاف، حتى كل واحد تعطي ألف ألف. اي هو سويت الاف، كل واحد سويت الف الف. هاي زيد عندكم العجهال. عندي ما شاء الله 13 اخت، ابوي متزوج 4 نسوان. الله يحفظهم لك. 13 اخت و7 اخوان. الله يحفظهم لك ان شاء الله، هاي لعد حقك لازم تصرف الاف لعد من كل عيد. اياد مستعد للمسابقه؟ ان شاء الله. يلا ان شاء نشوف الله. الصوره. اياد شوف هاي الصوره اللي طلعت لك. اياد عيدكم مبارك. تشوف الصورة؟ أشوف الصورة. أي هاي شنية؟ كان عيش مال حمامة. لا مو عيش مال حمامة لا. شنية هي؟ هاي كانوا يستخدموها البيوت العراقية قديما يعني. هذه خلي حد يمك يساعدك، حد كبير بالعمر كان يعرف هاي السوالف. والله أنا يعني هذا شايفها. أي شايفة شنو هي؟ لا بالحقيقة لا بالحلم. لا بالحقيقة بس موجودة شايفة يعني، هاي ثاني مرة أشوفها. وأقول لك هم موجودة موجودة بالمتحف البغدادي همينة. يلا غششيني أنت. ليش ما أعرف شيء؟ غششك شلون؟ هي آلة يستخدموها يحفظون الأكل بيها سابقا. شو صوتك بعيد أختي العزيزة؟ أقول لك هي هاي كانوا يستخدموها يحفظون الأكل بيها بدال الثلاجة. هاي ثلاجة على بس على شكل قديم مو حديث. لحظة لحظة بس غير اتذكر اسمها. غير اتذكر. زنبيل او هيك شيء. لا 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 بعد بعد لا. هي تبدي بالميم. بال؟ ميم. زين لحظة خليني اقول لك فد شغلة. يلا قول. خليني اقول لك شغلة. يلا قول. انت الورد واشكاله. حلو. وكل عطوره والوانه. تسلم. يا لحضورك عنوان السعد. وغيابك حزن عنوانه. ربي يحفظك يا اطيب ورق واحد انسانه. غششيني. هاي رشوه يعني، هاي قدام الجو شوفوا اياد يرشيني حتى افوزه. اياد هاي اسمها ملاله. كان سابقا يستخدموها لحفظ الطعام، واكيد انت دخلت ويانا القرعه بما انه انت رشيتني اعطيتني رشوه حلوه. فدخلت ويانا القرعه، تنتظر نهايه الحلقه ان شاء الله تكون من الفايزين.